استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد توقف دام 3 سنوات، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في مدينتي الخليل وبيت لحم. المنظمة الليبية للقضاء تندد باستهداف مؤسسات القضاء الليبي بشكل عام، ووزيرة الشؤون الاجتماعية تقدم استقالتها احتجاجا على تردي الوضع الأمني في البلاد. مشاهدين، أهلا بكم إلى التفاصيل. البداية من العراق، حيث انفجرت 17 سيارة ملغومة في العراق اليوم الاثنين، مما أسفر عن سقوط 55 قتيلة في مناطق يغلب على سكانها الشيعة. وقالت مصادر أمنية وطبية إن الهجمات كانت منسقة فيما يبدو، وتركزت في بلدات ومدن بجنوب العراق الذي تسكنه أغلبية شيعية، وكذلك مناطق من العاصمة يغلب عليها الشيعة. وتبرز تفجيرات السيارات الملغومة في الشوارع والأسواق المزدحمة تدهور الوضع الأمني في العراق، حيث تقول مجموعة ضحايا حرب العراق التي تتابع الصراع في البلاد إن نحو 4000 شخص لقوا حتفهم منذ بداية العام. يذكر أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع. في الملف المصري، نظم مؤيدو الرئيس المصري السابق محمد مرسي مسيرة إلى مقر الاستخبارات العسكرية الشرقية القاهرة قبل أن يعودوا أدراجهم إلى مقر اعتصامهم في ربع العدوية. ونقلت رويترز عن المتحدث باسم جماعة الإخوان مراد علي قوله إن متظاهرين خرجوا من مقر اعتصامهم في ربع العدوية في مسيرة متوجهة لمقر الاستخبارات العسكرية، متجاهلين تحذيرا من الجيش بالابتعاد عن المنشآت العسكرية من جهة أخرى. أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على رئيس حزب الوسط الإسلامي أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان على خلفية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين. كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إنه تم القبض على أبو ماضي وسلطان بالمقطم، مشيرا إلى أنه تم ترحيلهما إلى منطقة سجون طرة. وفي أخبار الشرق الأوسط، تعتزم إسرائيل والفلسطينيون استئناف مفاوضات السلام هذا الأسبوع لأول مرة منذ قرابة 3 سنوات بعد جهود مكثفة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإقناع الطرفين بالجلوس على مائدة التفاوض. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المقرر استئناف المفاوضات في واشنطن مساء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، ويشارك فيها مساعدون كبار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال كيري في بيان: أبدأ الزعيمان رغبة لاتخاذ قرارات صعبة من المفيد اتخاذها في هذه المرحلة، نحن ممتنون لزعامتهما. يأتي هذا في وقت اعتقلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الاثنين 8 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من مدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت الخليل وبيت لحم وسط إطلاق كثيف للنار واعتقلتهم. للتذكير، تشن قوات الاحتلال يوميا حملات مداهمة واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية بحجج وذرائع متعددة. نددت المنظمة الليبية للقضاء اليوم الاثنين بالتفجيرات الأخيرة التي استهدفت مقرات الإدعاء العام ومجمع محاكم ونيابات شمال بنغازي بليبيا ومؤسسات القضاء الليبي بشكل عام. واستنكرت المنظمة في بيان لها أذيع عبر وسائل الإعلام اليوم الاثنين عجز الحكومة الليبية ووزارة الداخلية في توفير الأمن لمقرات المحاكم والنيابات، وهو ما يؤدي إلى عرقلة سير العمل القضائي في البلاد. يأتي هذا بعد اغتيال الناشط السياسي وليد العقوري أمام منزله في بنغازي أمس الأحد. ومن جهتها، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية كامل خميس لمزيني استقالتها احتجاجا على تردي الوضع الأمني في البلاد. في الموضوع ذاته، أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أن حكومته اتخذت قرارا بغلق حدود ليبيا الشرقية مع مصر، وطلبت الاستعانة بفريق تحقيق جنائي دولي للكشف عن مرتكبي الجرائم والاغتيالات التي تشهدها ليبيا.
أصبحت موائد الإفطار في شهر رمضان بالنسبة إلى اليمن باهظة الثمن، ليبقى هذا البلد من أفقر الدول العربية، ومنذ الاضطرابات السياسية التي عمت البلاد عام 2011 والتي أطاحت برئيس علي عبد الله صالح زادت حدة التدهور. نتابع الموضوع مع منال مجرب. هؤلاء أعضاء في جمعية يمنية خاصة تدعى همة الشباب. الجمعية وأعضاؤها المتطوعون البالغ عددهم 1500 يعملون على توفير الطعام للفقراء خلال شهر رمضان وفي جميع أنحاء اليمن. نقوم بتوزيع مواد غذائية على الأسر الفقيرة. الهدف هذه السنة إن شاء الله توزيع 8000 سلة غذائية على الأسر من دقيق ورز وسكر وسمن وزيت وتمر. وباتت موائد الإفطار في شهر رمضان رهنا مكلفا للغاية. لا يزال اليمن أفقر الدول العربية، ومنذ أن عمت الاضطرابات السياسية في البلاد في عام 2011 وأودت إلى الإطاحة برئيس البلاد علي عبد الله صالح، تفاقم الوضع وسجل إجمالي الناتج المحلي انخفاضا بنسبة أكثر من 10% في عام 2011، ومنذ ذلك الحين يتحسن الوضع إنما بشكل بطيء. اليمن شهد يعني فشل اقتصادي كبير خلال العقود الماضية، ولذلك تسبب في قيام ثورة وتغيير. الآن مرحلة انتقالية، الوضع يكاد يكون شبه متوقف. بالنسبة لمعظم اليمنيين انعكس الركود الاقتصادي ارتفاعا في كلفة المعيشة، والمواطن العادي بات عاجزا عن شراء المواد الغذائية الأساسية، فيما يعيش أكثر من 50% من السكان الآن تحت خط الفقر. أدانت باكستان اليوم الاثنين بقوة الغارة الأمريكية الأخيرة بطائرة بدون طيار في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية التي أودت بحياة 6 أشخاص على الأقل، حيث أطلقت طائرة بدون طيار صواريخ على مجمع يضم مسلحين مشتبه فيهم في منطقة شوال في وزيرستان الشمالية، أحد 7 مناطق قبلية في باكستان. وقالت وزارة الخارجية أن هذه الضربات التي يتم شنها من جانب واحد تعد انتهاكا لسيادة باكستان ووحدة أراضيها. قتل 9 أشخاص من بينهم 3 رجال أمن وأصيب 12 آخرون بجروح في انفجار وقع بإقليم زابول جنوب أفغانستان. وقال حاكم الإقليم بالوكالة محمد جان راسوليار لوكالة أنباء باجوهوك الأفغانية اليوم الاثنين إن 6 مدنيين و3 عناصر من الشرطة قتلوا وجرح 12 مدنيا ليلة أمس الأحد في انفجار قنبلة زرعت إلى جانب الطريق لدى مرور سيارة في كالاخيل. كما أعلن المتحدث باسم حركة طالبان قارئ يوسف أحمدي مسؤولية الحركة عن التفجير، وقال إن قائدا في الشرطة الباكستانية و5 مساعدين له قتلوا ودمرت سيارتهم بالكامل. بهذا الخبر نختم الأخبار الدولية، إليكم ما جاء فيها من عناوين. أزيد من 50 قتيل وعشرة الجرحى في سلسلة تفجيرات بمناطق مختلفة بالعراق والحصيلة مرشحة للارتفاع. رغم مقتل العشرات، جماعة الإخوان المسلمين ترابط في الشوارع المصرية، وأنصار الرئيس المعزول يبدأون المسيرة إلى مقر المخابرات الحربية. استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد توقف دام 3 سنوات، وقوة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في مدينتي الخليل وبيت لحم. المنظمة الليبية للقضاء تندد باستهداف مؤسسات القضاء الليبي بشكل عام، ووزيرة الشؤون الاجتماعية تقدم استقالتها احتجاجا على تردي الوضع الأمني في البلاد. مشاهدينا، شكرا لكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات مديحة علالو، في أمان الله.